جولة تفقدية في محيط شلال كايلا في غرب العاصمة الإستونية تالين، حيث المناظر الطبيعية فائقة الجمال، روعة المكان بانسيابية المياه نحو الأسفل بعد التدفق الحاصل جراء الجريان. أشجار باسقة في الطول، وأفواج من الناس والزائرين والسياح ترتاد هذا المكان الجميل. غابات من الصنوبر والأشجار المختلفة، وها نحن نستمع إلى هدير الماء وسقوطه إلى البركة. فيا الله، ما أروع هذه المناظر الطبيعية الخلابة. قال الله سبحانه وتعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. صدق الله العظيم.